حد بحبه، كل اللي بحبهم انا بقول لهم انا بحبكم جدا. حد واحد بس. واحد بس. ماما بقول لها بحبك قوي، وكفايه ان انت جنبي طول الوقت، وربنا يخليكي ليا، لان هي دي سندي في الدنيا. زعلتيها كتير؟ هو كتير. ماما ماما حملت اسيا يعني، تعبت معايا قوي قوي يعني، كانت ام واب في نفس الوقت. ده بالنسبه لماما. حد مش ما بحبوش، اقول له خسرتني تاني. بس كده. بعد نسيتني خسرتني. لا، اي حد من هم مثلا، حتى اصحابي مثلا خسروني في، وخسروني فعلا. انا بحس انه انت بتخسري حد كويس، دي خساره كبيره قوي والله، لانه الكويسين قليلين. ده بجد مش شكرانيه في نفسي ابدا ولا غرور، بس انا طيبه قوي وبحب الناس بجد، ما بقاش منتظره منهم اي حاجه غير هم يحبوني زي ما انا بحبهم. بس منا هنبتدي فقره ابيض ولا اسود. هنقول لك ايام واشخاص وانتي هتقولي لنا ابيض ولا اسود وتعلقي. اوكي، اهم حاجه التعليق. ماشي. احمد عز ابيض ولا اسود؟ ابيض، علشان هو قلبه ابيض وصديق ليا واخ. زينه؟ لا تعليق. ولا ابيض ولا اسود ولا كروهات ولا رمادي، مفيش اي لون يعني ما عنديش علاقه بيه عشان اقدر احكم عليها. ولا على الفن؟ لا، هي على الفن شاطره جدا، انا ما اقدرش اتكلم في كده. طيب في الابيض والاسود لو فنيا؟ فنيا هي ابيض طبعا، شاطره جدا جدا. محمد فؤاد؟ لا تعليق. لا تعليق برضو. اذا عندي الفقره كلها لا تعليق. ولا كروهات؟ طب اللون ايه؟ كروهات. كروهات ابيض في اسود يعني. دره؟ من ناحيه ابيض ولا اسود؟ لا، بتحبيها أبيض. بتحبي فنها؟ مش صحاب؟ لا، هي مش بس زميله، بس هي ابيض طبعا. ما تقابلتوش في شغل قبل؟ لا لا، تقابلنا، كنا عاملين مسلسل مزاج الخير، بس مش شغلي معاها. بس هي ممثله كويسه وشيك. والدتك؟ ماما ابيض. ماما دي كل حياتي طبعا. لا، ماما دي احلى حد في الدنيا، و انا بشكرها على اللي عملته معايا كله. احسن حد في حياتي يعني. وائل عبد الله؟ ابيض طبعا. ابيض طبعا. ليه؟ انا بكنله بكل احترام، وليه فضل كبير عليا في حاجات كتير، وانا بحترمه كمان على المستوى الشخصي. نور الشريف؟ كان نفسي اقابله طبعا. ابيض. نور الشريف ده مدرسه لوحده يعني. كان نفسي اشتغل معاه جدا، يمكن قابلته كام مره بس ما اشتغلتش معاه.